أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار الشرق الأوسطية. انقسامات الشرق الأوسط ستكون في صالح رفع العزلة عن بوتين. من جهة، المكالمة الهاتفية ما بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والوزير الأول الإسرائيلي نفتالي بنت جعلت الأمور واضحة في موقف الولايات المتحدة الأمريكية، إذ لم تعد معيارية أو شاملة، لأن الصمت الفلسطيني كان بمثابة أهم استغلال واستثمار للمبادئ في حرب المبادئ ضد بوتين حول قضية الاحتلال من عدم الاحتلال، رغم أن بوتين إلى حدود اللحظة لم يؤكد على إمكانية احتلال أوكرانيا. هو يريد أوكرانيا دولة منزوعة السلاح إلى غيرها، ولكن بمواصفات قد تكون أيضا نفس المواصفات في الدولة الفلسطينية، لكن ليس هناك إلى حدود اللحظة ما يبرر أن يكون الوضع ضحية المعايير المزدوجة، لأن حركة الشارع الفلسطيني وقول بنات بأن يحمل كل مواطن إسرائيلي اليوم السلاح، وتوجه إسرائيل إلى حرب أهلية قد يكون لها ما بعدها بكل تأكيد، كل هذا السيناريوهات يجعل من السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط هي التي يمكن أن تعطي طوق النجاة لبوتين. بوتين في أكثر من 4 أسابيع وجدناه أنه خارج الشرعية، أنه ضد القانون الدولي وضد القانون الدولي الإنساني، وأن هناك حالة احتلال. كل هذا كان معلوما. أما بالنسبة للحادثة الأخيرة وما طرأ من تطورات على الصعيد الفلسطيني جعل الأمور مختلفة، إذ اليوم أمريكا ظهرت مرة أخرى بعودتها إلى مربع المعايير المزدوجة. هناك تقرير للCIA بخصوص تقييم الوضع يؤكد أن انقسامات الشرق الأوسط، وخصوصا ما حدث وسيحدث في فلسطين أمام المقاومة المشروعة، وهل هناك مقاومة مشروعة، وقضية تحويل سلاح المنظمات الصغيرة وأيضا للعصابات في إسرائيل إلى إعادة شرائه من مقاومين فلسطينيين استطاعوا أن يقوموا بعمليات. في هذه الوضعية التي تحاول أن تقرن ما بين فلسطين وما بين أوكرانيا وما بين حالتي الاحتلال في هذا الظرف، وجدنا أن الموقف الأمريكي اليوم أصبح واضحا بأنه ينعت الإرهاب، ينعت الفلسطينيين بالإرهاب، يعني أن نعت بوتين لزيلينسكي وأيضا للقوميين بهذا التشبيه أيضا فهو حالة مقبولة، ولا يمكن قبول وضع مختل إلى هذه الدرجة. لذلك فالعزلة، كسر العزلة لبوتين أو هذا الذي حاول الإعلام وأيضا العمل الدبلوماسي، كل ما سعى له الجميع الآن هو محاولة كسر بوتين. سيأخذ كسر الطوق عن روسيا، عن بوتين، عن هذه العزلة التي جعلته معزولا ل4 مرات. أولا كعزلة لكوفيد، ثانيا أن التشكيك في حالته النفسية، وغير ذلك مما هو معلوم. يعني محاولة شخصنة الصراع ضد بوتين على وجه التحديد بإبعاد القراءة الجيوسياسية التي اعتمدها، خصوصا بالنسبة للأمن، أمن روسيا وكل هذا. فحاول الغرب شخصنة هذا الصراع في أوكرانيا في بوتين، ما بين بطل الحرية في زيلينسكي وما بين بطل الاستبداد وإلى آخره، والمعزول والذي يفكر وحده والديكتاتوري إلى آخره، كل هذا والمجرم والجزاء، كل هذه الاصطلاحات كانت في اتجاه، فأصبحت اليوم
في اتجاه آخر، لأن العمليات في إسرائيل هي التي خلقت إشكالا كبيرا الآن، خصوصا أمام التصعيد اللفظي إلى أبعد حد ضد بوتين في أوكرانيا. فأصبح واضحا أن جزءا من شعوب الشرق الأوسط لا تزال تنظر إلى الوضع بأنه مختل، ولذلك فقد أصبح الآن على أقل تقدير التبويب الأمريكي يعود إلى إبعاد المبادئ وإعادة إحضار القراءة الجيوسياسية للوضع، إن هذه مجرد مصالح أمريكية عبر إسرائيل في المنطقة، وفي الاتجاه الآخر إنها مصالح روسية فقط في شرق أوروبا. إذن الأمر الآن عاد إلى أصله بعيدا عن المبدأ وعن الأخلاق وعن كل ما حاول الأمريكيون لأربعة أسابيع من ترويج هذه الدعاية القوية. إذن إسرائيل المحتلة لأراضي الغير والتي صدرت في حقها عشرات القرارات بالنسبة لروسيا، ليس هناك أي قرار من مجلس الأمن، لأن معلوم أن موسكو لديها الفيتو، وبالنسبة للجمعية العامة ورغم ذلك لم يحدث الإجماع الذي أحدثه الفلسطينيون وأحدثته قضيتهم في الأمم المتحدة ولعقود عبر الجمعية وعبر مجلس الأمن على حد سواء. إذن الأمر هنا واضح بأن الشرق الأوسط وخصوصا الفلسطيني هو الذي يرفع العزلة عن بوتين. إذن هذا هو التقدير الأول للCIA، لأن الإشكال الذي حدث في إسرائيل وأمام حالة إطلاق نار كنضال مسلح يشبه إلى حد بعيد المقاومة الأوكرانية ضد الاحتلال الروسي على أقل تقدير حسب نفس الاصطلاحات، والذي جعل الأمور مختلة إلى أبعد حد. ولذلك يرجو على الأقل مسؤولو CIA إبعاد الوجه الأخلاقي والمبدئي الذي حاول ترويجه الإعلام لأربعة أسابيع من أجل أن تكون هناك مسوغات أخرى. إذن هذه هي النقطة المركزية الأولى التي تؤكد بشأنها CIA بأن الوضع اختلف. المسألة الثانية والمخيفة في نظري تقارير CIA الأخيرة حول ما سمي بالحرب الأهلية داخل إسرائيل. هناك إمكانية مثل هذا التصور الآن لسبب بسيط، لأن هناك أقلية عربية لديها أساسا مشاركة في حكومة بنت، وهي لم تجد هو إيجابي في كل هذه المشاركة، خصوصا وأن أول رد فعل عبر الرصاص هو من البدو الفلسطينيين الذين يشاركون الحكومة الآن. لذلك فهذه الحكومة التي تحكم بدعم البدو الفلسطيني، هذا المسار السياسي وصل إلى نهايته، ورغم ذلك لا تزال نفس السياسة ضد البدو. إذن من زاوية أولى البدو، من زاوية ثانية العرب الفلسطينيين في خط 48 أيضا ليس هناك استيعاب لهذه الفئة. هناك اليوم لجوء أوكراني، 10,000 أوكراني يسلم لهم على الأقل عيشا أو مستويات من العيش تتجاوز البدوي 15 مرة، هذا بالنسبة للاجئ الأوكراني وغير اليهودي، فتسلم له شروط حياة تتجاوز البدو، رغم أن هذه الحكومة كما قلنا تشارك فيها الحركة الإسلامية للبدو، وهذا واضح بشكل مباشر. إذن هذه نقطة أساسية. النقطة الأخرى أن بيع السلاح في إسرائيل الآن انطلاقا من المواطنين، وهؤلاء المواطنين يستطيع الواحد منهم أن يبيع لطرف لا يعتقد أحد أنه يمكن أن يتوصل بهذا السلاح. لذلك فالسلاح والمزيد من التسليح للشعب الإسرائيلي سيضعنا تماما أمام حرب أهلية، وهذه الحرب الأهلية
ليست بالضرورة محسومة لصالح النظام الإسرائيلي. المنظومة الإسرائيلية لن تنجح في أن انزلقت إسرائيل إلى حرب أهلية. هذا هو الأمر الواضح على الأقل، لأن هناك محاولات اليوم لجعل العنف بين قوسين في إسرائيل مرده السياسات الحكومية، وفي بعض الأحيان إلى السياسات الأمنية أو إلى مخلفات الحكومات السابقة. كل هذا معلوم في البروباغندا وأيضا في الجدل والسجال السياسي، لكنه في الاتجاه الآخر فإن المزيد من تسليح المواطن الإسرائيلي وتحويله إلى أو تحويل إسرائيل إلى غابة من السلاح ما بين مواطنيها بين قوسين سيجعل الوضع مأساويا. ولذلك فالتخوف من انزلاق بنت إلى المزيد من حمل السلاح والمساعدة في تحويل كل المدنيين الإسرائيليين إلى مجرد جنود احتياط، كل هذا سيكون له ما بعده، وقد يؤثر بشكل كبير جدا في السلم والأمن الأهلي الإسرائيلي، وهذا الذي تنبه إليه السي آي. إذن السي آي لا ترغب في هذه الخطوة بالنسبة لبنت، لم ترغب أساسا في قمة النقب، لأنها ستستفز الصف الفلسطيني، والفلسطيني اضطر إلى تحالف مع الأردنيين على وجه التحديد، والملك الأردني إلى تحريك ورقة جانس وورقة الأجهزة الأمنية والدولة العميقة في إسرائيل من أجل خلق التوازن مع بنت، مع استراتيجية بنت ولبيد على وجه التحديد الذي كان يرغب في مثل هذه القمة، في ضرب لقمة القمة العربية واستصدار مسبق لما سيكون عليه الحال من قرارات ستتأثر من خلال هذا التحالف المتجدد والسنوي الذي سيقرن ما بين القمة العربية. ففي كل مرة تكون فيها القمة العربية تدعو إلى العودة إلى المبادرة العربية وغيرها، نجد قمة النقب مع المتحالفين الجدد ومع المطبعين بشأن تطورات قضية الشرق الأوسط، سنجد دائما قمة بقمة، قمة إسرائيلية جهوية إقليمية في مقابل أيضا قمة عربية وتحتضن مثل هذه الشراكة الإقليمية. على كل حال هذا التنازع يريده لبيد لأسباب القمة، ولكن الانعكاس الداخلي أصبح مختلفا للغاية، خصوصا وأن إسرائيل سعت إلى اللعب على ورقة الحياد في قضية أوكرانيا من أجل ألا يكون هناك مفهوم الاحتلال، وأيضا جميع الاصطلاحات التي تستخدم في الشرق الأوسط ألا تكون هناك مقاربات ما بين ما يحدث في الشرق الأوسط وما يحدث في أوكرانيا، والموقف الأمريكي في أوكرانيا والموقف الأمريكي من الفلسطينيين ومن النضال الفلسطيني المسلح على وجه التحديد والذي يعتبره بايدن إرهابا، فيما النضال المسلح لشعب أوكرانيا مقبول. لذلك فمثل هذا الوضع اليوم هو الذي يؤدي مباشرة إلى انقسام مات كما قلنا، ترفع العزلة عن بوتين، أيضا قد تدفع الأمور إلى حرب أهلية شرسة من داخل إسرائيل ستتأثر بشكل أكبر. المسألة الثالثة أن الدولة قد تفقد في إحدى الأوقات السيطرة في حال مواصلة هذه الموجة، إذن هذه الموجة النضالية الإرهابية بين قوسين في نظر بايدن، كل هذا يسير باتجاه أن تكون مثل هذه الوضعية وضعية صعبة ومعقدة للغاية، وعلى إسرائيل في نظر السي آي أن تسعى إلى نوع من الهدنة الداخلية وفتح الحوار مع الفلسطيني. إذن محاولة تمثيل الشعب الفلسطيني في قمة النقب، هذا الذي يعني الكثير بالنسبة للأمريكي في هذه المرحلة على وجه التحديد، وإلا فالمزيد من عزل إسرائيل للفلسطينيين سيساوي نفس العزل الذي قام به الغرب ضد بوتين، وفي نفس الوقت في حالة كسر العزل
في كل من روسيا وفي الحالة الأوكرانية وفي الحالة الفلسطينية، هذا سيفيد من جهة أخرى حسابات لا تريدها إسرائيل منذ البداية. منذ البداية وبنات لا يريد أن يكون له موقف صريح وواضح إلى جانب الغرب، لأن له خصوصية في موقفه في التعاطي مع مسألة الاحتلال وفي كل هذا. إن مجرد وصول روسيا إلى فرض أمر واقع على القرم دونباس وعلى جزء من شرق أوكرانيا انطلاقا من تحويلها إلى منزوعة السلاح، سيدفع هذا السيناريو إلى تجديده، أو على الأقل في إن لم نقل نسخه، إن لم يتجدد في بعض الجزئيات فإنه سينسخ على القضية الشرق أوسطية لسبب رئيس. لأن دولة منزوعة السلاح اليوم تطبق بالحرف، لذلك فإمكانية أن تكون هناك دولة منزوعة السلاح فلسطينية ومقبولة من الأوكرانيين سيكون على الفلسطينيين أيضا قبولها، لأنها ستكون موضة العصر وموضة التوازنات بالنسبة أيضا لواشنطن وفي علاقتها بالمنطقة. إذن دولة منزوعة السلاح في كل من الضفة والقطاع. هنا يتخوف الجميع من سيناريو نزع سلاح حماس أو نزع سلاح حزب الله، وهذا الذي يدفع إلى المزيد من التعقيد لدى الموقف، موقف الفصائل. موقف الفصائل متخوفة من أن تكون الوضعية الجديدة وضعية حرب مفتوحة لنزع السلاح، نزع سلاح حماس، وربما أيضا بالنسبة لحزب الله، لأن تمرير مثل هذه المشاريع حالة محتملة. الآن في نظر آخر هو الوعي الفلسطيني بالقضية والربط ليس ما بين الاحتلال فقط وما بين الحالة الاحتلالية الموجودة عليها الآن الفلسطيني، إنما أيضا من داخل إسرائيل. وهنا يعني أن عرب فلسطين بدوها إلى آخره، فهنا طرح سؤال يجيب عنه تماما الأمريكي، عندما يجب على أقل تقدير لبايدن أن يندد بهذه العمليات لحسم الوضع وعدم الربط، المزيد من عدم الربط ما بين الحالة الأوكرانية والحالة الفلسطينية. وفي الحالة الثانية فالإمكانية نزع السلاح أيضا التي يريدها الإسرائيلي في حال نجاحها في أوكرانيا، فعل الأمريكي في هذه الحالة القبول بوقف السلاح عن الفلسطيني بشكل مباشر وعن الدولة القادمة بشكل كامل، والقبول بسلطة وطنية فلسطينية تنتقل إلى الإطار الفيدرالي مع الأردن. لذلك فالضفة مع الأردن سيكون بمثابة خيار ضمن الخيارات. لهذا فإقليم الضفة الغربية التي سيضاف إلى الضفة الشرقية، هذا سيحيي بشكل كامل محاولة عزل القضية الفلسطينية من أجل أن يبقى لها فقط مثل هذا الخيار. وهذا أمر واضح بالنسبة على الأقل لكل من الملك الأردني وأبو مازن، وهذا اللقاء والاتصالات الجارية مع الدولة العميقة خصوصا غانتس والجيش الإسرائيلي. إذن الوصول إلى تفاهمات تجعل من السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة مفضلة إلى جانب المملكة الهاشمية، وهكذا فإن مثل هذا الخيار يعزل الأردن عن الباقي. لذلك فالأردن لم يحضر إلى قمة النقب ويذهب بعيدا بهذا الاتجاه، لأنه اتجاه حالي الجانب صحيح لكنه مدعوم فلسطينيا، لأن عزل القضية الفلسطينية لا يمكن أن يستفيد منها أي طرف.
إذن بالنسبة للسي آي إيه، ترى أن إقناع أبو مازن الآن بالوحدة الفيدرالية مع الأردن أولى بكثير من وحدة الشعب والأرض مع حماس مع غزة. لهذا فبالنسبة لهذا التأطير الجديد، هناك لغة جديدة للسي آي إيه للعمل على تكتيكات جديدة، إن لم نقول أن السي آي إيه تحاول أن تضع خارطة أخرى وديماغوجيا جديدة من أجل تمرير هذه الفترة اليوم أو هذه المرحلة الشديدة التعقيد في المقارنات ما بين وضع أوكرانيا وما بين الحالة الفلسطينية الواقعة في كل من كييف وفي رام الله تحت طائلة الاحتلال، على الأقل حسب التقارير الاستخبارية. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.